مرحبا. الحلقة 14 اليوم من ممكن، واليوم رح نفرجي كيف ممكن يكون عندنا اكتفاء ذاتي بإنتاج الأطعمة، وكيف فينا نكون متحررين بالمبدأ نهائيا من موضوع الاستيراد المفرط للأطعمة، وخصوصا أنه نحن هلأ بأزمة اقتصادية حادة. نحن تقريبا بطلنا ننتج شيء من غذائنا الضروري، من لحوم، من حليب ومشتقاته، وأهم شيء من قمح. اليوم رح نكون عم نفصل بطريقة كتير مبسطة لكل الناس تا يفهموا انه هالكريزة اللي نحن فيها منا مصير لقلنا، مش هيدا مصيرنا ابدا. نحن عنا موارد فظيعة، نحن مشكلتنا الكبيرة هي بإدارة هيدي الموارد. اليوم بستضيف صديق كتير عزيز، المهندس سليم زوين. سليم بعرفه تقريبا من شي 10-11 سنة، هو مهندس زراعي وهو بيولوجيست كمان، وهلأ بيشتغل بالكونسلتنسي. الشيء اللي كتير حبيت عمله مؤخرا سليم هو انه هو وزمرة من الرفاق لإله أسسوا صفحة على فيسبوك اسمها ازرع، وهي الصفحة دغري صار فيها 140,000 مشترك. بقى أول شيء بعد ما خلصت أنا، بس قبل ما كمل بدي منك هيك، أنا برأيي كتير مهم، تعرف قد بحب الزراعة أنا، وإنه كتير من شغلي كمهندس بيئي كمان رابط كتير موضوع معالجة النفايات وإنتاج الأسمدة من النفايات بموضوع الزراعة. بليز هيك بدي الناس تعرف كيف 4-5 شباب بس قرروا يعملوا شيء عمل دولة ما عملته بزيرو بادجت. خبرنا شوي عن ازرع. الخبرية هي انه نحن كمهندسين زراعيين بس كنا عم نتعلم بالجامعة، بنشوف كتير مشاكل لبنان، والأكليست الشباب يلي مهتمين يعني يعملوا ريسيرش بتعرف مشاكل لبنان الزراعية كلها سوا واضحة قدامنا. يعني بقى لما بلشت الكرايسس ب 2019 والعالم صار فيه نوع من الرعب بتفهمه، انه خوف من الغلاء القطعة اذا بدك، واجت كومبايند مع الكوفيد ليتر اون. بقى هذا الخوف الرعب اللي عمل عند العالم، صارت العالم بقى تركوا تشوف كيف بقى تعمل اكتفاء ذاتي بطريقة معينة، يعني مش عارف كيف. وبتذكر كان حطت وقتها وزارة الزراعة كانت كل سنة بتوزع قمح على المزارعين ببلاش كرملتا يزرعوا. حدا حط البوست شي مطرح انه وزارة الزراعة حاطه، انا ريبوستدت حطيته على فيسبوك، قلت له يلي بيحب بده مساعدة نحن مهندسين زراعيين مستعد نقول لهم كيف يعملها اذا بده يزرع القمحات. وهيك اجى التجاوب على هذا المنشور كتير كتير قوي. بقى جيت فكرت انا ليش بدي اوقف هون، كل عمري انا بعرف انه مشاكل لبنان الزراعيه وينها، وقديش في غياب من الجهات الرسميه بتنظيم هذا القطاع مثل العالم. يعني كومبليت يعني الغياب بفزع اذا بدك بدي خبرك قديش في مشاكل القطاع. بقى قلت انا اوكي فينا نعمل شيء قوي. جمعت اصحابي، دقيت له ل حنا مخيل، ريمو نهرة، نديم أبو سمرة، وبعض الشباب البقية. يعني هلا كمان معنا نيكولا ومعنا قاسم جوني. بقى جروب يعني مجموعة، إنه طيب أوكي شباب شو رأيكم إذا بنعمل شيء كرمال تنساعد العالم كيف تزرع، أتليست نعطيهم إرشادات زراعية. يعني في الناس اللي ما بتعرف تزرع بالمرة، وفي ناس اللي عم تزرع بس بتغلبت كتير يعني مثل أغلبية المزارعين بلبنان. يعني فأتليست نساعدهم بس نعطيهم هالتكنيكال سبورت، يعني يكون موجودين حد منهم. كان في مشكلة كتير كمان بالأكسس للسوق. مزبوط. وشفت كتير بأزرع عنه مزبوط. بيطلع واحد بيحط عندي هالقد عندي هون دار، وصار في انتراكشن بين بعضهم. بقى عملنا شيء 4-5 اجتماعات، بالآخر جانوري قررنا انه شو رح يكون اسم الانيشيتيف، سميناها أزرع، حبينا هذا الفعل أمر.
يعني قوم زراع exactly. يعني ما بدي أكثر هز حالك شوي هي هز حالك ما نقول غير شيء وقلسة وقت عملت لنا اللوجو وحطيناه it was a success لأنه كان حلو هيدا. بقى بتذكر وقت ريمون كان عم بيقول لي قال لي ليك أنه منتظر بعد شي جمعة بعد أسبوع بصير في عنا 1000 مشترك. قلت له لا لا طول بالك نحن بلشناها نهار الخميس بتطول بالك على آخر الويك أند. آخر الويك أند كان في عنا 2000 واحد على الصفحة already ومش وهلا اليوم 140 هلا 140 ألف. إذا بخبرك أول 5 أشهر 6 أشهر نحن ما كنا ننام ما كنا عم ننام يعني كنا قاعدين كل الوقت على اللابتوب عم نجاوب على العالم كرمال لانه ما في حدا غيرنا كان مهندسين موجودين بس اكيد ليتر اون بصير يفوت غير ناس وعنده خبرات اكيد ايه صار في تفاعل اكثر, تفاعل أكثر. ايه. اول شغله عملتها ازرع هي انه قعدت الناس يلي بيشتغلوا زراعه وبيحبوا الزراعه يحكوا مع بعضهم والرولز تبعنا كانوا كتير قاسيين انه ممنوع حكي السياسة ممنوع حكي الدين ممنوع حكي ما له علاقه بالزراعه ممنوع طق الحنك ليش مش لانه نحن ما بدنا الناس تتسلى بس لانه بدنا مش محلها هون ايه لانه بصير تاخذها منحات تانية يعني بصير بدك تعمل بوليسينج على كل العالم وما لك ما قلنا فيها كمان انتبهت ممنوع تبيع اشياء منك انت نتجها اكزاكتلي سو اول هي بلشت قصه البيع من بعد ثالث رابع شهر بلشوا الناس يحطوا بده يبيعوا اشياء نحن هيدي شغله كتير اساسيه نحن بنعرفها وبهمنا كتير خبريه البيع انه خصوصا ندعم المزارع الصغير المنتج الصغير فاول شغله قررناها انه الشركات الكبيره منعناها تحط عنا على هيدا حتى كرمال تنشجع الصغير برافو وتاني شغله قررناها انه بدنا ترانسبيرنسي هيدي بسموها قوانين اللعبه قوانين اللعبه بلبنان عنا مش ما في ترانسبيرنسي ايه ما في ترانسبيرنسي قوانين اللعبه عنا بلبنان التخبيص بيصير انه وهي عدم عدم الشفافيه بالشغل بتخلي انه مش دائما الاشطر هو عم يربح العبيد شاطر عم يربح وبس لمده معينه بعدين بده بيموت هو وقتل الشاطر يعني قتلوا بعضهم اثنيناتهم ما حدا استفاد بينما كيف عملتوا جبرناها هذه الخبريه انه بس بدك تحط بضاعتك بدك تحط من وين وسعرك والكميه اللي عم تحطها هذا اجباري بدك تحطون حتى نقدر نشوفها واذا حيلا مثلا الناس عم بيحطوا بوستات صار في عليها جوابات سلبية من حيث الخبرة يعني مثلا الناس اشتروا منهم ما عجبتهم البضاعة او شافوه عم بيزعبر او شافوه عم بيضحك دونك في سم كايند اوف كواليتي فيدباك اكزاكتلي بس ناخذ هيك فيدباكات انه في شيء عاطل عم بيصير هذا الشخص بنوقفه ليترلي حتى ما يضل يكمل بتشيلوه عن الصفحة يعني هلا في ناس بتصير تنق على السعر نحن بنؤمن بحرية السوق نقول له بكل بساطة بتحط السعر اللي بدك اياه ممنوع حدا يشاري على السعر في سوق الناس بتشتري ما في سوق الناس ما بتشتري بنقوا انه ما بدهم يحطوا السعر لا بنقوا مثلا انه ايه غالي ليش عم بتحط مثلا بنقوا حوا حدا حط طيب. سعر غالي انا بالنسبه لي لا هيدا منطق السوق يعني بالاخر اذا في شريه لهالبضاعه بهالسعر في ما في بده يرخص سعره على كل حال في يعني كذا حدا شفته على الصفحه انا عم بيعرض نفس الشيء وفي فرق بالسعر يعني بس مش هالفرق المهوله يعني بس انه لا كتير منيح انه بحطوا السعر وبس نحط الاسعار زياد بتصير العالم شايفه بتصير تعرف ترجلج السعر كله سوا بالسوق وهذا شغلة بيحسن لك الكومبيتيشن بيحسن لك التنافس معلوم وهالشي من بعد ما قلعناها هذه الخبرية الفيدباك يلي وصلنا من الناس اللي عم يستعملوا الجروب تبع ازرع كان مهول يعني كانت العالم مش مصدقة يعني يجوا يقولوا لي انه في ناس يقولوا لي اشي يعني بعد لحد هلا بتشعر بدن عليها انه انتوا عملتوا اول شغلة جمعت كل اللبنانيين مع بعضهم اكيد انا فور مي ات واز لايك انه اوكي ما بتكون متوقع انت انه صار عم تعمل شيء وبصير شيء ثاني تبعه 180 درجة انه صار منيح اكيد يعني صار مثلا شو بعرفنا ابن كسر وين عم بيشتري شتلاته من الجنوب لانه لقيه ارخص بكثير على فكره انا هيك صار فيي يعني انا عامل مزرعه عموديه زعتر من وراء ازرع اشتريتهم من مشتل بدير قانون اكزاكتلي سو صار في هالتشارك صار في هذا فتحت السوق على بعضه بس تفتح السوق على بعضه عم تخلق انت ناس جو صحي اكثر للانتاج صار الشاطر بانتاج شغله معينه هو اللي راح يضاين واللي مش شاطر عم تكلفه كثير مش رح يضاين رح ينقل لشي تاني اوتوماتيكلي مش انه نفتح كاكين ووقفه مش عم تعمل شي يعني exactly. فهيدا كان شغلة كتير مهمة نحن عملناها بإزراع وبعد في كتير اشياء بقى نعملها في مشاريع كتير قدامنا بقى نعملها في ابليكيشن بقى نطلقها قريبا من شان السوق
كتير مهمة هاي. وفي أبليكيشن تاني بس هديك مشروع بعد أكبر اللي علاقة بالأجري كونسلتنسي، يعني بيصير مثلا المزارع الصغير ما في يوصل لمهندس زراعي بسهولة وبيروح عند عند الشركات البستسايد يلي هي من مصلحة تطبيعه. So, النصيحة مش مظبوطة اللي بياخدها من هونيك أو أتليس منها دقيقة. فحبينا نخلق لهم أبليكيشن تساعدهم للمزارع أنه كيف يهتم بزراعاته بأقل كلفة ممكن وأقل ضرر. أكل حال رح نحكي شوي بالبستسايد لأنه هذا شيء كتير مهم. بعرف هلا أنه عم تشتغل بالقاع، هيدي منطقة أنا بعتبرها كتير غنية بشمال بقاع كله، شمال بقاع كله أوكي. منطقة كتير غنية ومنطقة عندها بوتنشل فظيع، بس منطقة مهملة. مزبوط. بتذكر حتى الطرقات هونيك نحن كنا نبعت أسمدة لفوق، كانت مثل واحد رايح على شو بعرفني على كندهار تتوصل تتوصل لهونيك. مع انه بعتقد يمكن اهم شيء يكون عندهم طرقات ويكون عندهم شبكات ري وكذا. وهذا على السريع شو عم بتجربوا انت اللي هلا انا عم اشتغل انا وجمعيه نوايا ب وجمعيتين تانيين جي في سي وجان بول دو بمشروع اسمه ارض بالبقاع الشمالي، يعني من تقريبا من نبع سمين للقاع الاريا تبعنا. البروجي هدفه انه يساعد اول شيء اعادة انشاء شبكات الري وادارة المياه، الاساليب الحسنة بالزراعة بسموها good agricultural practices يلي هي مطلوبة بالعالم كله سوا، خصوصا يلي بده يصدر، بس هي مهمة لصحتنا قبل كل شيء ومهمة لجيبة المزارع. واخر شيء نساعد المزارعين تقدروا يفوتوا على السوق دايركتلي بدون ما يكون في عندهم حدا وسيط بيناتهم بياكل البيضه وتقشيرتها، يعني مثل ما بيقولوا. سو بهالشغل نحن بنرجع نفعل عمل التعاونيات. وهون في ورشه التعاونيات، هي ورشه مهمه بلبنان لانه في عقليات انت عم بتواجهها، في مشاكل من المعلومات، يعني أغلبية اللبنانية والمزارعين ما بيعرفوا شو هي التعاونية، يعني ما بيعرفوا ليش ما نجحنا بالتعاونية برأيك؟ ماشي يعني كتير قليل تشوف تعاونية زراعية بشي محل بلبنان ناشطة. فيها كتير من إشياء، فيها أول شيء اللبنانية بين بعضهم بس يقعدوا بصالون ما بيعرفوا يتسمعوا على بعضهم أو يعرفوا يحاوروا بعضهم، بتشوف كيف بيطلع الدبيك. هيدا شغل كتير غلط عنا اياها بالثقافه بالكالتشر تبعنا. كتير عاطله. في عندك هاي، في عندك كمان عدم وجود المعلومات. اللبناني بيتعلم بداينته، ما بيفتح كتاب او بيقرا دوكيمنت بداينته، خبره حدا. بقى هذا الشيء انه ثلاث ارباع المزارعين ما بيعرفوا وينين التعاونيات. ثالث شغله في شويه كسل، انه بدل ما التعاونيه بتطلب منك انه انت تكون عم تشارك وانت تكون عم تحضر اجتماعات وانت تكون عم تقرر وانت تكون عم تنبش وتعمل، يعني في شغل زياده عم بينطلب مطلوب منك تقدر توصل حتى، بس في منه افاده اكيد. يعني التعاونيات هي الناس ما بتعرف بلبنان، اغلبيه المزارعين ما بيعرفوا بلبنان. التعاونيه هي شركه، بس شركه عندها ستاتيو خاص. الدوله شيلتها من وزاره الماليه، مشانك ما بتسميها ارباح ارباح، بتسميها فائض. هي معفيه من ضرائب الدخل، معفيه من ضرائب التصدير كمان. وهلا ريسنتلي معفيه من ضرائب الاستيراد اذا بدهم الانبوتس تبعهم، يعني الكيماوي والادويه والبذور والبذور كلها الخبريات هيدي معفيه من ضرائب. يعني اذا بيعرفوا يشتغلوا بقلب التعاونيه عندهم افانتاجات مخيفه مقابل التجار، مخيفه منا هينه. هي بس المطلوب منهم يفهموا شو مطلوب منهم بقلب التعاونيه، يشاركوا مظبوط بقلب التعاونيه ويعرفوا يحلوا مشاكلهم بشكل انه اوبجكتيف، شو مش بالعواطف، يعني بالعقل. اوكي. يعرفوا يحلوا مشاكلهم بالعقل، لانه هاي مشكله كبيره بالمجتمع اللبناني انه ما بيفكروا كتير بعقلاتهم. الناس بلبنان عواطفهم تيجي قبل الحسابات الضيقه، عرفني انه السياسيه والطائفيه وال شو بعرفني العائليه والمناطقيه وكل هالخبريات بتيجي قبل من مصلحتك. هيدا شغلة خطرة موجودة وين ما كان، مش بس انه بتشوفها كتير قوية بالمجتمعات الريفية بلبنان، لانه هيدا هو لبنان. يعني مش عم نحكي عن مشكلتك كمان. بحس انه
بعد ما عممنا الساينس بالأجريكولتشر، يعني إجمالا أكترية الناس اللي بتزرع بتزرع أبا عن جد، لأنه هيك وعد مثل ما قلت ما في حدا منهم فتح كتاب. ويمكن المشاريع الناجحة اللي شفتها هن ناس شباب درسوا هالشي هيدا وإجوا يطبقوا إشياء اكتشفوها مش من زمان، ويلي هي بعكس كل شيء كانوا يعملوا من قبل مثلا ونجحوا. وهيدا بعتقد شيء كتير لازم نشتغل عليه تنقدر نوصل ليصير عنا اكتفاء ذاتي. طيب أنا بدي بلش أنا وياك الحلقة بإجاني من شي عشرة أيام بواحد من جروبات الواتس أب، تجيني هاي الصورة بتقول إنه إثيوبيا عندهم 54 مليون بقرة، السودان عندهم 42 مليون بقرة، بس هن بلدين جوعانين، بينما هولندا بتمتلك 11 مليون بقرة وبتردع العالم كله. بيقولون إنه المشكلة مش بالبقر بس بالطور يلي عم يدور الاقتصاد، فالإدارة أهم من الموارد. بيني وبينك يعني هيك مش انه استفزتني، بس هيك وعد في حشرية هالشغلة، بقى رحت صرت فتش شوي أكتر، كان كتير صادم شو لقيت. يعني طلع انه أول شيء إثيوبيا ما عنده 54 مليون، عنده 65 مليون بقرة. السودان ما عنده يعني طلع عنده أقل بكتير، عنده مليونين وتسعمائة وأربعة وثمانين ألف، يعني أقل شوية من ثلاثة ملايين. بس هولندا عنده مليون وخمسمائة وثمانين ألف بقرة. كمان حشرية بعد شوية أكتر، قررت شوف مين اللي أكبر مصدرين للحليب ومنتجاته بالعالم. بالعالم طلع إنه هولندا رابعة، يعني مليون وخمسمائة وثمانين ألف بقرة هن رابع أكبر مصدر للحليب ومشتقاته بالعالم، مش بأوروبا، بالعالم. سو أكيد هذا اللي بعته ما هو حق، أنه في طور يعني مش بس عاوز التلم مدعوس على كل شيء وما مش مخلينا شيء بقى. وهذا شيء كتير بيشجع بالنسبة لنا، لأنه إجمالا هولندا منه تريتوار كبير وتريتوار تحت البحر، يعني هن اشتغلوا ضد الطبيعة تيقدروا يعملوا بالضبط ضد الطبيعة. أكيد بحب قصتها لهولندا، لأنه الناس اللي ما بتعرف، أنا دايما بحكيهم نيوم للمزارعين، بس كون عم بحكيهم أنه هولندا لما أخذت استقلالها صوب 1580 من بعد حرب هن وإسبانيا، مزبوط، لإسبانيا تركتهم ياخذوا استقلالهم لأنه كانت مسترقعات هولندا، ما حدا له جلادة يفوت يقتل فيها، وبلاد بتجلد بالشتوية وبتعبة أنه هول العالم. وقليل كانت أمستردام تعدلها 50,000 إنسان، يعني بظرف 50 سنة هول العالم، لأنه عرفوا اشتغلوا مع بعضهم، عرفوا نظموا حالهم، عرفوا استصلحوا أراضيهم كلها سوا، صارت أغنى بلد بأوروبا، بلد قد النتفة. هيدا درس لبلاد مثلنا، عرفوا يستثمروا الموارد تبعهم، بس كانت الموارد ما حدا شايفها أنه هيدي موارد. هيدا شغلة أنا كتير بحترمه، يعني بحب أنا خبرية هولندا كتير. عندي كتير أصحاب هولندية على فكرة، يعني في منهم كانوا عم بيترجوني إنه بدنا نجي على لبنان نعمل جنبو. يعني كتير. دونك فإذا بدي بلش أنا وياك أول شيء بموضوع القمح. إنه نحنا اليوم كلنا ما في قمح بالسوق، صار مثل البنزين، يعني بدك توقف بالصف وبدك تنطر وبدك واسطة وبدك ما بعرف شو. وبينما نحن، وهلا انت يعني وقت كنا عم نحضر برهنت لي انه نحن ما لازم يكون عندنا مشكلة قمح ابدا، نحن عندنا مشكلة ادارة موارد. بس في شيء لفت لي نظري بهيدي اللي بعت لي اياها، يلي هي نحن قديش كنا نستورد قمح من تقريبا 50 سنة لهلا. من 50 سنة لهلا كان دايما استيرادنا نحن تقريبا ب 340 ألف طن. مزبوط. تقريبا انه more or less يطلع شوي بينزل شوي ل 2011. بال 2011 بلشت الحرب بسوريا وبلش
يطلع استيرادنا نحن للقمح اللي نحن بندعم، كانت دولتنا عم تدعمه، واكيد هذا كان عم يتهرب بعدنا عم بندعمه، بس هيدا هلا عم يتهرب. ايه هيدا اول مره شفت الجراف انا هيك نطيت كلنا سوا انه شو عم بيصير يعني انه ليه من 2011 اوكي بتفهم انه فات لعنا لاجئين 1.5 مليون لاجئ، انه اوكي منطقيه بيعلى 200,000 مثلا، من 400,000 توصل ل 600,000 منطقه ايه. اوكي بس النطه توصل للمليون و800 الف ما انا منطقيه ابدا 100%. سو ما فيك تفسرها الا بموضوع التهريب. بموضوع التهريب ما في الا تفسير تاني يعني يعني موضوع التهريب يعني هيدا قمح نحن عم نشتري دولة عم ندعمه عم تدعمه عم تدفع حقه، وفي ناس عم بيضبوا وبيهربوا على حدود. اوكي هلا بيعملوا ملايين من وراء. ما فينا نفرض على ما فينا نطلب هلا انه يرفعوا الدعم عن القمح لانه شغله غذائيه اساسيه للعالم شوي صعبه، بس هيدا مشكله عنا اياها ولازم تنحل. لازم هربوا غير شيء خيي اتركوا لنا القمح. كانوا يهربوا بترول بطل فيهم يهربوا شيء هلا واقفين. طيب الفكره هي هون انه نحن خيي اول شيء هيدا غير مقبول نضل بهذا الترند يعني اليوم absolutely. نحن لازم واجت الحرب الأوكرانية هلا يلي هن البريد باسكت تبع العالم apparently بموضوع انتاج القمح والحبوب وهيك، بس نحن خيي اليوم انا برأيي اللي عمله كوفيد ويلي عملته هيدي الحرب برهنت قديش الجلوباليزيشن هي هش خصعة it's very fragile، وانه اليوم هيدي خبرية شريته ولا تربيته هيدي انتحار. اليوم كل البلدان رجعت، واليوم الشحن صار بلاوي يعني حتى اليوم كل عمرهم الصينية يعتبروا انه هن very competitive بالبرودكشن حتى مع الشحن بيضلوا هذا، اليوم صار الشحن بلاوي وسعر البترول صار بلاوي يعني كمان كلفة الشحن. سو اليوم شو ما عندك انت اذا بتنتج محليا رح بتضلك competitive. بقى بدي منك تفسر لنا هلا ليش نحن عنا potential انه ما بقى نستورد قمح. اوكي ومنبلش ب فكره هيدي بس تقول لك انه انا الي من 2013 بزرع قمح بمنطقه بالهرمي اسمه جبوله. اوكي مش للتجاره بس لعائلتي انا وعائلتي يعني. بس كنت نتعذب كتير لانه الانفراستراكشر مش موجوده يعني، كان بدك الحصاده بدك تقول له قبل بشهر وبس يجي دورك ما في مازوت، ويعني كان كارثه من الكوارث. بقى بس اكسبيرينس كانت كتير حلوه لإلي ودائما عم جرب اعملها، وبعتقد لازم نعمم هالشيء يعني ما لازم نترك ولا شقفه ارض منا مزروعه اتليست قمحنا. القمح كتير هين تزرعه يعني منه هال شو اسمه. بقى حطيت هالصورة انت على الفيسبوك تبعك من شي شهرين ثلاثة، فسر لنا شوي شو صاير هون. اول شي هاي المنطقة وين؟ هيدا شمال البقاع الشمالي على الحدود بينه وبين سوريا. اوكي هيدا الاخضر هو نهر العاصي اللي بيصدمك هلا انت اذا هيدا هون هيدا نهر العاصي اللي بيصدمك انه بتشوف رد لورا يا اللي بيصدمك انه بتشوف انه كل البقاع الشمالي من بعلبك للهرمي للحدود هون شبه صحراوي حاسه. حتى اذا بتسوق بالسياره بتشوف انه في كتير اراضي على شمالك وعلى يمينك متروكه مش مزروعه. بينما هو هذا العاصي مارق هون كل الوقت وفات على سوريا. هيك هون شو صاير هون بالخضار بس يقطع الحدود بتشوف انه كيف كل السهل هو عندهم مزروع ومنتج وكل هالقصة هيدا. يعني هيدا الشيء بيدلك انه مشكلتنا نحن انه البقاع الشمالي ما عم ينزرع فيه مزبوط، مش لانه ما في مي. هاي ما في مي is an illusion. النهر العاصي هو اغزر نهر بالشرق الاوسط، ونهر العاصي هو نهر بينبع من عنا من لبنان يعني وقادر نهر العاصي بكل سهولة يروي كل البقاع الشمالي. البقاع الشمالي عم تحكي 3000 كيلومتر مربع يعني تلت مساحة لبنان لحاله
لما كنت ولد انا كنت بس كنت احكي انا وبي وكذا نتناقش عن قصص هيك. قال له طب ليش نحن بلبنان ما مننتج قمح؟ بيقول لي كان الخبريه السرديه اللي بخبروها انه ايه ما في محل ومكلف كتير ومدري شو. هلا ايه اذا بتعتبر باقتصاد شو اسمه عولمه جلوبالايزيشن دائما بتنتج انت اكثر شيء بتربح فيه مصاري تبيعه وتجيب مقابله وكذا. سو بس نحن انتاجنا بالفواكه وكذا ما عم بنبيعه مزبوط، ما نعرف نصدره مزبوط. هلا رح نحكي ليش هلا رح نفوت فيها. سو وبالمقابل عم نشتري نحن القمح من برا، وبلس انه بحاله كرايسس مثل ما هلا صاير بالعالم مش قادر تشتري بقى اكزاكتلي كرايسس. بس تحط وتوضح الصوره للعالم لانه يمكن الناس مش شايفين نحن وين رايحين فيها القصه. اوكرانيا وروسيا نحن كانوا يبعثوا لنا كل قمحاتنا وللشرق الاوسط كله، عم تحكي على 5-6 بلدان بالشرق الاوسط مصر انكلودد، كانوا يبعثوا لهم قمح بياكلوا منهم. يعني اذا هلا مش عم فيهم يظهروا القمح من هونيك رح يعفن هونيك عندهم، نحن مش فينا نستورد قمح. واغلبيه الدول بالعالم وقفت تصدير القمح تبعها لانه الامن الغذائي تبعه. القمح بيعتبروه زراعه استراتيجيه استراتيجيك كروب. سو ما في هو والبطاطا والذرة والرز مزبوط. سو بالنسبه ما في الا امريكا قدرت تصدر قمح، ويمكن لبعض البلدان اللي حواليها، وهي هي بتوقف شوي وكندا شوي صغيره، بقيت ما بقى كله وقف. which means انه في سؤال بده يتجاوب عليه من ما بنجيب قمحاتنا نحن. وبهالحاله الكرايسس يلي نحن قاطعين فيها مضطرين نحن ننتج قمحنا نحن هون بلبنان. السؤال هو كلهم بيقول لك ايه ما بفينا ومدري شو، لا فينا نحن قادرين. يعني اذا بدك تطلع بالارقام هون بتشوف الخبريه يلي بتصدمك. طيب بالنسبه للبنان اذا نحن، خليني اسالك هالسؤال، اذا نحن المعدل استهلاكنا السنوي تنقول خلينا 350 الف طن، حطوا 600 اوكي 600 الف طن، انا كم بنهم بدنا تنزرع ينتجوا لنا 600 الف طن؟ بدك على الحسابات تبع كميه انتاجنا يلي ترقمت باليو ان دي بي بال2008، بدنا بالضبط 1200 كيلومتر مربع. هيدا اقل 1200 كيلومتر مربع، يعني اقل من نص هيدي المساحه المتروكه بالضبط، اقل من نص البقعة الشمالي بعلبك الهرميل. أوكي. اقل من نصه. واذا انت بتكذر بعلبك الهرميل، هلا ما عملت سيرفي دقيقه بالخبريه، بس بتحس تقريبا 80% من مساحه السهل مهمله منا مزروعه. يعني حتى هذيك المره كانوا عم بيحكوني ناس من قبيله جعفر بالبقاع الشمالي، عم بيقولوا له عندهم تقريبا شيء 5-6 مليون متر مربع، صار لهم 30 سنه مش زرعينه. ليه؟ انه شو بده يطلع منه؟ عرفت كيف؟ ليش بده يشتغل؟ مش مربح. اكزاكتلي. هلا اكيد كان في عندك الكيس تبع كل الناس اللي عايشين على الطرف عم يشتغلوا تهريب، واربح منه اربح معهم بكثير التهريب ما يكونوا منتجين لوكالي. هلا وقف التهريب باغلبه، يعني عم تحكي 80-90% ما بعرف قديش، يعني ترانش كبيره تبع التهريب البترول خصوصا وقف. خليهم كلهم يجوا ينطوا على الزراعه، ما بقى في عندهم شيء تاني يعملوه. بس ما في بنى تحتيه موجوده. سلم تما كان بدي اسالك انه اليوم اخي العنصر الاهم اللي هو المي موجود. طيب اليوم نحن شو بدنا؟ بدنا نبني هالبنية التحتية، أو بدنا نأمن هالبنية التحتية بالقليل حصادات. يعني أنا هيدي المنطقة فوق يعني كلها سوا ما فيها شيء عدد يذكر من الحصادات إذا بدنا هالقد ننتج. يعني اليوم يا أما كدولة بدنا نستثمر، مع أنه أنا بهاي الدولة بالذات ما كتير عندي سبب أنه نستثمره بشيء، لأنه رح يكون طبخة بحث يعني. طيب شو بده يكون الفورميل؟ شو بده تكون الفورميل انه خي نأمن؟ بدك بالقليل 100-150 حصادة يعني تتنتج هالكمية الكبيرة. ويمكن بدنا، مش يمكن على الأكيد، بدنا نستثمر شوية بشبكات ري بيريفيريك للنهر، وخصوصي كمان بدنا نشوف نحن حصتنا من مية العاصي لأنه الظاهر أنه في اتفاقية معمولة نحن وياهم للسوريين مزبوط بال94 أنه نحن بيطلع لنا تقريبا 80 مليون متر مكعب مي من نهر العاصي.
اوكي اوكي. هلا رح حطك شوي زياد بالكونتكست لانه شيء بيضحك الخبريه. لما انحكى انه في مشكله امن غذائي بلبنان واضحه انا بالنسبه لي من زمان, بيطلع وزير الزراعه بتصريح انه هو بده يزيد انتاج القمح بلبنان ل 150 الف طن. هلا لما اذا بتنبش على اندكس موندي بتلاقي انه لبنان اوريدي بينتج 150, مش عم تخترع البارود. بس السؤال الثاني انه اوكي اذا بدك تزيد كميه الانتاج, كيف بدك تزيد كمية الانتاج؟ ما فيك تيجي تقول له لحدا عم بيزرع بطاطا تقول له تعليك ما تزرع بطاطا زرع لي قمح, لأن البطاطا أربح معه بكتير. اوكي سو الأراضي البرايم يعني الأراضي الكتير مشغولة مرتبة مظبوط وشغلين عليها بفضل المزارعين يكون عم بيزرعوا كاش كروبس, يعني إشي بتطلع له مصاري أكتر بكتير مما يروح على القمح. سو القمح بدك تقدر تزرعه بدك أراضي رخيصة كتير, أراضي واسعة ومسطحة, يعني ما بدك الحصادات ما تمشي ما فيها تمشي بالجل. كل ما أنت عرضت الحصادة كل ما أنت عندك شيء بيسموه economics of scale, يعني بتصير أوفر لك عملية. على فكرة بس رح أطشك على السريع أنه عم نبحث مع الميكانيكال انجينيرينج ديبارتمنت بالأيو بي أنه نعمل ديزاين لحصادة بتمشي بالجل. حلو حلو لازم حلو. نرجع نزرع قمح بجبل لبنان I do believe in that. بس انه خلينا نبلش في عنا potential بخوف, يعني انا لما جيت عم بتطلع بالبقاع الشمال طلعت انه اذا عندك كل هالسهل هيدا طب معناتها انه انت نحن قادرين بكل سهوله نقدر ننتج, بل عندك كل المقومات موجوده اللي. مشكلتها شو سهل إدارة لأنه طور. مشكلتنا الطور exactly. قالوا التلم الأعوج من فدين الكبير. بقى مشكلتنا أنه بلبنان ما في إدارة, كلهم بيقولوا بس بتطلع على بقاع الشمالي بيصرخوا مشكلة المية عندهم إياها. ليه؟ لأنه الدولة لأنه مش قادرة تقدر تتحكم بإدارة المي بالبقاع الشمالي لسبب إهمال. عم بحكيك أنا من أيام اللي حبيقة 94, يعني عم تحكي الحريري الأب. لليوم ما حدا وجع راسه يحط جهد تكيف يدير المي بالبقاع الشمالي. بعدهم لحد هلا اغلبيه البساتين تبع الفواكه بالبقاع الشمالي بتنطقى جر, يعني شو هالجريمه هيدي بمنطقه عم بتعيط من المي. عرفت كيف؟ انه في شيء منه على فكره المي هو اللي مضي الاتفاق مع السوريين. مزبوط. بعتقد هذا الاتفاق لازم يرجع يراجع شوي بس اتليست نقول اذا اخذنا حصتنا لانه كانوا محتليننا وقتها هن. يعني بيقدروا, انا بيقدروا انه العاصي فيها 8 ل 10% منه بيقطع بلبنان. اوكي يعني بنكون عندنا 8 ل 10% من مية العاصي, يعني بالقليله بنكون في عندنا 100 ل 120 الف 120 مليون متر مكعب مش 80. فينا نوصل لمناورات انه ناخذها بلس انه نحن على النبع, نحن نبع العاصي بيطلع من عندنا. اكيد. اوكي سو وما بيصير انه نحن سهل لناشف ما عم نشرب منه للعاصي وبقيت بكشف تون انه الاتراك بيطلع لنا 25% كمان لانه ايه بتقطع باسكندرون اخر شيء المصب, يعني ايه عندهم. طب كيف المصاب بيطلع له أكتر من النبع؟ من النبع. يعني شيء شوية مش منطقي أبداً. أوكي. يعني هلا بيعرف شو كانوا مركبين تركيبة, يعني في ضعف بالمناورة كانت بالمفاوضات. أنا برأيي ما كنا عم نفاوض على ذات المستوى. أكيد. إيه إيه. يعني إيه. أنت محتل كنت يعني والوزير اللي كان عم بيفاوض جايبينه هم السوريين بيقعدوا. مزبوط. طيب. ف تقدر تصلح هذه الخبرية. أنا اقترحت استراتيجية لا هلا عم بشتغل عليها مع جمعيات كثيرة بلبنان لإنتاج القمح بلبنان. هي أول شغلة, أهم شغلة لازم نعملها. أول شيء البقاع الشمالي هو المنطقة اللي لازم ينزرع فيها قمح وكل عمره البقاع الشمالي من أيام الرومان. هو مش إهراءات روما مثل ما بيخبروا بس كان البقاع الشمالي لحاله يطعم شيء 4 أو 5 ليجنز برومانية بالمنطقة. ما بفهم البقاع الشمالي مفروض يرجع نقدر نوصل له المي مزبوط يترجع تندار عملية المي مثل العالم بالبقاع الشمالي, يتساعد البقاع الشمالي تقدر تعمل له هالبنى التحتية أو أول شيء بالمي, بعدين بس توصل المية على الأراضي هاي داخلي. فينا نوصل باتفاقية نحن وأصحاب الأراضي أو المزارعين خي نحن موصل لك المي بالاتفاقية مقابلة أنت على 4 سنين أو 5 سنين الجايين بدو ينزرع قمح بهالأرض ما بينزرع شيء تاني. هو بيكون أنا برأيي رح يكون القمح valuable أنه رح يكون له مصلحة اقتصادية يزرع قمح. إيه ولا لا ما كمان ما بدك يغلى كتير القمح.
هي دارس انا معك، بس اليوم اخر شيء اليوم انت عايش بظل قوه قاهره، انت مزبط. اليوم في حرب في تقريبا حصار على هالكراب بالذات، انه ما بقى عم بتروح محل، يعني عم تقول عم بعفن عم بعفن باوكرانيا يعني. طيب اليوم يعني ما في شك برايي انا، ما في شك انه اذا ما نحن اليوم بلبنان قاعدين عم نخطط لاستراتيجية اكتفاء ذاتي بالقمح، ان شاء الله لو بدها تخرب الدنيا نحن لازم يكون عنا انتاج قمح كافي نخي ما نموت الجوع ان شاء الله. لو شو ما كان خربت عمرت اتفقوا ما اتفقوا خلصت الحرب ما خلصت الحرب. انا توتال اجري. مشان هيك بسموها زياد هي زراعة استراتيجية، لانه انت فيك تخنق بلد إذا هو ما عنده اكتفاء زيادة بالزراعات استراتيجية تخنقه بتفقصه يعني. ما في يقوم يعني، ما في واحد يحلم انه هو في يروح على الحرب او في يروح يعمل شيء اذا ما عنده اكتفاء زيادة غذائي. ينساها الخبرية، دايما كنا نقول ما في بلد مفلس بيقدر يربح حرب 100%. سو هول اشياء اساسية مفروض تصير وقادرين نعملها، مش انه شيء عم نحكي عم نهلوس نحنا. اللي بقى على الشمال قادر يطعم اللبنانية واللاجئين على اراضيه وبقراته ودجاجاته كعلف وهيك يعني، اذا بنزيد على القمح اشياء تانية يعني مثلا الشعير ولا الانب ولا غيره. لك انا برايي كمان لازم اذا درسناها مزبوط يصير عندنا فائض ونصدره كمان، ليش لا؟ فينا بعتقد الاردن كمان بيشتري فينا. ما عندهم اكتفاء ذاتي فينا نعمل هالخبريه هاي. بس بعدين اذا مصر كانوا متكلين على اوكرانيا كمان بالهيدا، ليش ما بياخذوا قسم من يمكن ما نقدر اكيد قادرين. هلا ليك انا بالقصد بس البيعه بفضل انه نكون بيع بسموها انتاج اللي عنده قيمه مضافه عاليه، ومن هالخبريه هيدي بفضل انه نكون عم نبيع نحن انتاج الفواكه تريبيا يلي بيوصلنا على موضوع التفاح. يلي يعني كيف ما بتطلع عليه هذا السكتور بيوجعك قلبك ببكي. يعني بيوجعك قلبك وبيشي ببك. طيب هون على الشمال هون عندنا قديش نحن عم نصدر، نحن قديه كنا عم نصدر تفاح بالسنة يعني كنا من 88 ألف طن بال 2012 صرنا نزلنا ل 33,000 بال 2016. والمؤسف المبكي الموجع اللي بدك اياه انه نحن بنستورد التفاح وبنستورد التفاح يعني هلا يمكن مش بالكميات الكبيره بس انه عيب بالضبط. انت تطلع دولاراتك لتشتري فيهم تفاح، بينما انت تفاحك يا بيروح نتر يا بيروح كب يا شو مشكلتنا بالتفاح هي غير انه في قلة او عدم ادارة لهذا القطاع بطريقة ذكية من الاساس. رح اخبرك شو مشاكله، ويمكن لو كان حنا معنا كمان كان بخبرك بعد مشاكل تبع الزراعة. التفاح عنده مثل شو مثل الميلفاي كذا طبقة من المشاكل. اول مشكلة اللي عنده اياها التفاح بلش بالانتاج. بلبنان اغلبية المزارعين لانه عنده الحوزات صغيرة يعني بتطلع مثلا على العقورة او على فريا او على بدك اياهم بتشوف انه يا بستين التفاح يسم الله ويخزي العين ومدري شو بتقرب انت بتقرب انت تتعمل احصائيات. انا لما كنت عم بعمل خدمة عالم بال 2003 طلعنا عملنا احصائيات للتفاح لانه وقتها ضرب بيعتهم لليبيا. مش عم فوت بتفاصيل القصة بقى، بس تفوت بتشوف مثلا هيدا جلوا من هون لهون لألو، الجل التاني حد منه لابن عمه، الجل التحتاني لابن خالته ما بعرف كيف، وكل واحد زارع زوقه. يعني هيدا زارع مثلا جولدن حد منه ستاركن، هيدا دبل ريد، هيدا مدري شو. سو اول شيء هاي التشكيله ما في يونيفورميتي، ما في يونيفورميتي، بس يكون ما في عندك يونيفورميتي برودكشن الكلفه المعالجه بتصير عاليه. بينما انت اذا عندك كل لبستين عندهم عاملين فرد صنف عم بيشتغلوا سوا كلهم سوا، بس بده يضطروا يرشوا او بده يعملوا معالجة، المعالجة بتكون وحدة فاريتي وحدة. اوكي سو هيدا واحد. اثنين عندك عندك الفاريتيات العتق يلي بطلوا يسوا مفروض نقلعهم يلي هن الجولدن وستاركن، هول ما لهم سوق بقى، ينسون يغيروا التفاحات. في دخلك ما عم بيرجعوا يجددون هيدي الفاريتي ولا بالعالم ماكي بالعالم يعني. انه ليك ما هي قصة سوق يعني قصة اذواق يعني، ليش حبوا اليوم الناس الدبل ريد بقى انا بعرف انه هيدي فاتت على لبنان يعني دغري من بعد الحرب العالمية الثانية مظبوط الجولدن والستاركن مظبوط
وضلوا 50 سنة يعني 50-60 سنة مش غلط طيبة يعني ما فينا ننكر انه منا طيبة ما عم بقول لا وفينا فيك اصلا التفاح في طعم وفي نشغل فيه يعني في كتير حلول فيك تلاقيها بس مثل ما عم بتقول يعني كمان التفاح مثل كده حيالله شيء تاني يمكن الناس تزهق منه اخر شيء بتشوف شو فيه بالسوق بالزبط. يعني مثلا هلا فوجي والقالا كتير مطلوبين بالعالم وسعرهم يبقى احسن من التفاح العادي سو هيدي شغلة تانية فكمان بقى نعرف نحن شو أنواع التفاح اللي بقى نشتغلها وكيف بقى نشتغلها الشغلة التالتة اللي عندك إياها هي هيدي المشكلة الكبيرة بالإنتاج الفاكهة بلبنان هي رواسب السموم فوضى الرش exactly. فوضى يعني الرش هيدي كوارث يعني هيدي وكذا مرة رفضوا لنا شحنات لأنه راحوا عملوا تيست وما مشي ولقوا أنه شيء يعني خارج يعطون سم لجرادين يعني نحلة يطعموا فيها رح أعطيك هيك كم إكزامبل على السريع بس رح أقولهم سريعا جان بول دول جميعا عم تشتغل معنا اشتغلوا مع 5 تعاونيات قبل الكرايسيس وعم بياخدوا منهم بضاعة كرمال يوضبوها ويحطوها ويبعتوها على الخليج بقى كل أسبوع بياخدوا منهم شي باليت عم بسأله لمازن هذيك النهار بيعملوا تستات عليها من شان الرواسب السموم قلت له قديش بيطلع لكم بضاعة بتردوا بضاعة انتو للمزارعين قال لي 60 بعدهم لليوم بيردوا 60% تقريبا من البضاعة للمزارعين لأنه منا كونفورم مرة كنت عم بحكي مع شركة ميدي جاردن بيشتغلوا هن عنب بالفرزول بعملوا ليش ما اشتغلتوا بلبنان هن الوحيدين يعني بشارين الاراضي وعندهم جايبين يعني الشركه هي شاري الارض وهي بتديرها الارض من اولها لاخرها قلت له طب ليش ما تشتغلوا مع مزارعين لبنانيين قال لي والتوبه ليش لانه جرب يشتغل وقد ما كان ريجورس بالشغل معهم المشكله هي انه عطول بدأ عندك شيء مطرح فخت انه اجا طلع تبع المرشه بيستاجروا من برا وعم بيعمل تبع صاحب المرشه عم بيعمل منيح مع صاحب الارض تارك شويه بيستسايد من رشات تانيين بفتكر حاله عم بيعمل منيح معه ورشله هون ضرب له البضاعه يعني ضرب له اياهم مثل ما هن يعني وبلبنان لانه ارشاد الزراعي بياخدوا المزارع من المهندس اللي قاعد بمكتب الشركه اللي بتبيعك اللي مصلحته انه يبيعك بالضبط يعني في ما له مصلحه يقول لك لا اكترش ليش ما اكترش يعني بعطيك اكزامبل كتير بسيط الفاوسنت الماضي راح اشتغلوا مع مزارعين بطاطا بالبقاع الغربي شيء 40 مزارع قدروا وصلوا انه قالوا لهم ما ترشوا اذا نحن من إلكن اوكي واذا ما طلع الانتاج مثل ما لازم نحن بنضمنه بقى قدروا نزلوا كمية رش البطاطا ب50% في واحد كنت عم بحكي مع المهندس اللي اشتغل عليه للمشروع قال لي في واحد عنده 40 مدري 50 دنم مش ريشش رشة من اول موسم لاخره 100% انه معناتها انتم عم تبعزقوا مصاري بلا طعمه باشياء بريفنتيف قال هيدي انه بتعرف من رش لربما يوما ما كذا لانه ليه لانه معودين على سيستم من الستينات موجود بالعالم انه تعرف كل جمعه هلا هالجمعه بدك بسموه بروجرام الرش لانه كتير بكرهه ما في شيء اسمه بروجرام اكيد في شيء انه انت بتراقب بتشوف قديش المستوى الضرر يلي عم بتجيبه هذه الحشره بس توصل لمستوى الضرر لل 20% بتبلش انت تضرب ومش دائما بتبلش تضرب بالنووي يعني مش دائما بتبلش ترش تحرق سلاته بتقول مرحبا مش بتبلش تعمل مثل تصاعديه صغيره تعمل اشياء مش دغري تفتح مشكل يعني اكزاكتلي تعمل اشياء بتحمي تعيط شوي بتحمي حالك تتحمل البستان شوي اذا حسيت الخبريه بتبلش تفلت من ايدك ساعتها بدك تستعمل مبيد ما في مهرب منه وبفهم انه ما يكون في مهرب منها هلا في ناس كتير بيقولوا لا المبيدات ما بتسوى ومظبوط نحن عنا اعلى ريت كانسر بالعالم بلبنان من تحت راس المبيدات اللي مستعملون بس ما فينا نستغني عنهم 100% اتليست لهلا بعد ما وصلنا لهالمرحله يا اخي انا معك بس اليوم حتى انتجريتد بيست مانجمنت معنا يعني هيدا في مهندس تلياني هذه النهار كنت عم بحضر دوكيومنتير على ارتي عن موضوع الفيرتلايزر في مهندس تلياني اسمه لورينزو فورلان عامل فند ومثل ما عم بتقول انت بروح عند المزارعين بيقول له انا باخد منك 3 يورو على الدنم اسيرانس وانا بقول لك شو تعمل واذا انضرب الموسم تبعك انا بعوض عليك من هيدا الفوند بس عشرت ما بترش بيقول لك بعشر سنين ولا مرة هيدا الفوند خسر مصاري يعني هالبريفنتيف رش بلا طعم هالفاضي يعني اليوم انت حطيت كمان بنرجع على موضوع الجهل عند اللي بيزرعوا والمزارعين انه مسلم دقنه لناس
معتبرهم انه هن بدهم مصلحته، وهن ما بظن كتير بدهم مصلحته، بدهم مصلحتهم قبل، وبيقولوا له انه مصلحتك من مصلحتنا. بس فكرة انه يتوقف لنا بضاعة يلي هو انا بعتبر يعني التفاح، وخصوصا انه كمان نحنا نحن ارخص تفاح بالعالم ما بنعرف نبيعها مطرح، ما عندنا 15 مليون لبناني بالعالم يعني مش قادرين نبيع التفاحات. يعني نحن سوري زياد من اننا ننتج 150 الف طن تفاح بلبنان، 150 الف طن اذا نحن بحطيناهم بسوق سيدني ما ببينوا ما بينقشعوا. وفي شغله الناس ما بتعرفها، يعني اجوا كانوا المزارعين شوي مكسلنين انه بيجي التاجر بياخذ منه البضاعه بياخذها على الخليج، الخليج هلا بطل ياخذ منا، صار يقولك ايه هو مش عم ياخذ لاسباب سياسيه، لا 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 حبيبي الخليج نوعيه اكيد، الخليج كان ياخذ منا لاسباب سياسيه هي تحطها بمزبوط، كان ياخذ منا لانه حرام لبنان دعم وكان يطنش على على الـ على البيستسايد ريزيديو، هلا بطل بده يطنشوا جميع على البيستسايد ريزيديو ومعهم حق، انا ونحن ما فينا نجي نبيعهم نسم ونقول لهم انه ليش مش عم تشتري من عندي اوكي، بس شيل الخليج على جنب يلي هو ممكن يكون سوق اساسي لنا، بس انه ما بتحط بيضاتك بفرد سله بالاول كاستراتيجي بالبيع، وهيدي المشكله اللي عنا اياها انه التجار كمان ما لهم جلاده يفوتوا فيها. منشان هيك بنرجع لخبريه التعاونيات، اعاده بناء التعاونيات وهيكلتها للتعاونيات، 70% من المزارعين بلبنان هن مزارعين صغار ما فيهم يشتغلوا لحالهم بالتصدير، بدهم يتجمعوا بشركات كبيرة اللي اسمها التعاونية، وهالتعاونية مفروض تشتغل تتنبش على أسواق. لما كنت عم بحكي مع تجار فواكه بألمانيا عم بقول لهم شو بتشتروا من لبنان، هلا رح نرجع نحكي فيها إذا بدك، بحبوا العنب والعنب والأفوكا من لبنان، وبيجوز الكرز والبطاطا at a certain point، بس العنب والأفوكا عندهم سوق لقلهم. قلت له طب التفاح، قال لي انسى ما بنشتري تفاح من لبنان. قلت له ليه؟ قال لي لأن التفاح عندكم بيطلع مع التفاح اللي عنا اوكي. قلت له طب اذا حطينا برادات ما برادات، قال لي ما بفضلوا الناس تشتري بالسوق تفاح فاش. طب معناتها الحكي اذا بس تفكر هيك انه بدك تفكر انه انت امتى عندك موسم تفاح وقت غيرك ما عنده موسم تفاح. مية هو الشقف الجنوبيه من الكوكب، يعني عم تحكي استراليا، افريقيا الجنوبيه، امريكا الجنوبيه، كل هول، وهول نحن بعد ما فتحنا معهم سوق. يعني نحن اذا كبينا تفاحاتنا عند حيال حدا منهم ما ببينوا بسوقهم، مجرد انه نحن اكيد بنكون كونفورم على على المتطلبات العالميه بالنسبه للسموم ولغيره، نحن قادرين حط تفاحاتنا شوف قد سعرها هي. يعني كان عم بيبيعوا الصندوقه 8 دولار سنت، يعني هون عم بتقول انت الكيلو بكلفنا 38 سنت. يب يا حرام اوكي، يعني هول شيلهم ضبهم حطهم وشحنهم مع الكونتينر اللي حقه 2000 دولار على أستراليا، بتضلك انت عم تنزلهم شحن الكونتينر اغلى من البضاعة اللي بتضلك ارخص من البضاعة اللي بينزلوها هونيك. يعني عندك بوتنشل للكومبيتيشن بخوف، ليش مش عم بيصير؟ بدنا حدا نمسكه بايده تنوصله لك تطلع فيها هيدي هون في بركة ازرع لين تبلشوا تفتحوا نحن عم نشتغل على هالشيء، ليك ضروري عم نشتغل على هالشيء. انا صار لي عملنا جريدينج لهالتفاحه. بعدين في شيء انا ما بفهمه خي، انا عندي سب ديجري فود تكنولوجي فود انجينيرينج، ما بفهم يا خي نحن عندنا هالقد كميه تفاح بينكب، طب ليه ما بنعمل فريش أبل جوس؟ ما في بهيدا السوق كله، يعني حتى الشركة العصير اللبنانية بيستوردوا أبل كونسنتريت من برا بيدوبوه بمايون وبيبيعونا إيه إنه أبل جوس، ونحن التفاح تبعنا بينكب. ناهيك إنه اليوم في كتير أسواق بيعتبروا خل التفاح is a miracle drug، هيدا الدواء العجيب يعني بالنسبة لإلهم اللي هو التفاح، اللي خل التفاح اللهم إذا ما كان مرشوش، يعني هن بيعتبروا أورجانيك أبل سايدر فينيجر، هيدا ماشي بوسيو ماجيك يعني دعمك. عندك فكرة إذا حدا عم بيفكر يعمل عصير تفاح طازة؟ لك صار في عدد محاولات، وفي كان بعرف انه في كانوا فكروا بتنورين يعملوا معمل عصير للتفاح الطازه، صار في محاولات كمان في شباب يجربوا ينتجوا سايدر سيدر، بعد ما وصلوا للاكسبرتيز اللي عندهم اياها بعد بيعملوا هارد سايدر، هو يمكن السوق الاقوى في 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 وطا اسمه بوطا الجوز بيعملوا سيدر طيب، بس يا خيي سوق السيدر منه بكبر
سوق الفريش ابل جوس. مزبوط. فريش ابل جوس انا ما بخلي مدرسه بلبنان الا ما بفوت عليها انه بدل ما الاولاد عم بيشربوا بيبسي وبلوط وما بعرف شو هن الاشياء خي يشربوا اشربوا فريش ابل. نحن وزاره الصحه اذا بتفهم بتعمل بتعمل تاكسيشن على البيبسي والكوك والخبريات هيدي كرمال تال. وانت بامريكا منعون هلا بامريكا ممنوع تبيع تصور انه هي هو اللي بنتجوها هنيك اكزاكتلي بقى انه بتشوف بتشوف نحن قادرين نوصل تنخي بكل البلدان العالم يلي عندها انتاج زراعي معين تحميه ما بتخلي يعني مش منطق انه نحن نكون عم نجيب الابل جوس كونسنتريت من برا مش منطق بس كمان ما هي المشكله كمان من الاول انه هيدا استعمال المبيدات واستعمال الزراعه كيف ما كان وكل هالخبريات المشاكل بده تنحل هيدا منا صعبه اكيد هي منا صعبه زياد هيدي شغله كتير هينه بس بده نكونوا جديين بالشغل فيها انه بدنا يحطوا راسهم الانتجريتد باست مانجمنت سوري يعني حيدلي على جنب العدو بالجنوب في عندك سوريا قبل الاحداث بسوريا كانت هي اكثر بلد متقدم بالشرق الاوسط بالانتجريتد باست مانجمنت جيراننا هون يعني جماعه نحن شو ناقصنا ما بعرف شو عم بياخرنا ما نعمل هالفشخه هاي الطور اكزاكتلي خلينا طيب يعني إذا بدنا نحكي هلا بدنا نحكي لها بكرة يعني أكيد لازم نقعد الناس إنه بدنا نعمل بعد جلسة تانية على موضوع الحليب ومشتقاته لأنه بديك تعرف في فترة من الفترات نحن كنا نستورد بشي 40 مليون دولار بالسنة أشقوان ونستورد شي 30 مليون دولار جامبون بقى بتجي بتحكي هلا انه خي طب وين هالانتاج الحليب تبعنا بقول لك ما في علف طب يا خي ليش ما في علف لانه كذا كذا مع انه انا برايي نعمل بروجرام للعلف بس كمان انسرق والحوافز اللي بتنعطى دائما اخر شيء بيكون واحد هو عم بيستفيد وبياخذ كل ليلة وكل الدعم اللي كل المشاريع بتعملها الدوله هيك نقسمها 6 و6 مكرر وعلى على على بعضهم على بس هيك بحجه 6 و6 مكرر على بعض المافيات للبلد طيب. بس انه هيك سريعا بس تعطيك اكزامبل نحن بلبنان قادرين القنب لانه بالشامي مصدر علف مهم وما بي ما بي ما بيطلب مي قد بقيه الاعلاف الازولا مصدر على زول علف مهم وبلش جديد نحن كمان بإزرع هلا عم نشتغل على مشروع هذا بتحطه بالماي وهو بيطلع وقوته للأزولا انه بيقدر يعمل 100% يعني 100% من النيتروجين اللي بيعوزه فيه يعمله فيكسيشن من الهواء ولا شتل بالعالم في هواء واو اوكي ايه. يعني انت عم بيكون نفس الوقت اكل للعلف للحيوانات وبنفس الوقت فيك تستعمله مفرتلايزر للأرض يعني. اوكي سو هول شغلتين فيه يعملها الأزولا وقادرين بكل سهوله نحن يعني اوريدي برهنناها انه نحن عنا اكتفاء زاده بالدجاج شيل العلف على جنب بس انه الدجاج نحن عم ننتج مزبوط والحليب قادرين بكل سهوله بس كمان خطر موضوع الدجاج لانه كمان قلت انت وقت اللي بدهم يخنقوك اذا خنقونا بالفكره صارت بالفتره وقت انه ما بحنا ندعم العلف وما بعرف شو بتتذكر يعني وقامت لي يعني بس انا برايي موضوع العلف كمان هو ارم استراتيجيك شو لك ايدينا انه نكون عندنا اكتفاء زيت بالعلف وزياد مش ما بيقف بس على الدجاج والحليب فينا نحن ننتج لحم الخنزير من احد احسن الفود كونفرشن ريشيو يعني لكل 3 كيلو علف بيعطيك كيلو لحم وبيطلع انتاجه كتير سريع واومنيفورس طعمه شو ما كان بيمشي حاله وفي يستهلك بقيه الانتاج الزراعي اللي بيطلع بكل بدل ما ينحرقوا هذا الانتاج في عندك البحر عنا اذا بيعرفوا يشتغلوا البحر عنا بلبنان يعني كتير ناس بيشوفوا حالهم نحن على البحر ويا لطيف ما بقى فينا نشوف شيء بالبحر لانه كل مجاريرنا بالبحر وعندنا هلا مطمرين زباله على البحر نحن خبرك هالشغله هيك على السريع يعني مره كنت ببروجرام على التلفزيون قبل الضيف اللي كان قبلي يعني ايه عم تسمع عليه انا كان فادي خوري تبع سان جورج بيقوم بيسألوا الهوست بيقول له طب انت سان جورج وهيك ومعلم سياحي بحري ببيروت وكذا انت بس بدك تروح على البحر وين بتروح شو بدك يجيبه ما بيتزق على اليونان بيروح تيتسبع باليونان تصور او بقبرص ايه قال له يا 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 هون زياد انا عملت مشوار مره جيب كنا جايبين سفينه شراعيه من اتنز على بيروت شو بدك مش بالبور عندهم الماي كريستال اللي هو اجوى شيء مفروض يكون
بلاف تقطع بتعرف حالك وصلت على لبنان صارت المي لونها اخضر 100% وريحتها ريحتها ما نسال اوكي بلشت تشوف الاكياس وال الزباله وكل الخبريات هاي تبع انه سوري انتوا عندكم كل هالبحر اذا بدنا نشتغل يا اخي بس اذا بدكم تشتغلوا سياحه يا تقبرني خساره 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 مهوليه اليوم نحن اللي هيدي بعد ما حدا اجى الرشا قد ايه خسرنا سياحيا نحن بموضوع البحر من وقت المطامير ومن وقت انه 17 18 مجرور ميجر بيكبوا مثل ما هن بالبحر وسوري هول المجرير زياد فينا نحن نكون اذا عم نعمل ووتر تريتمنت مثل عم نطلع كومبوست مهم للزراعه عندنا بلبنان لا غير المي انا بدي اعمل سكندري تريتمنت ما بدي اعمل تيرشري تريتمنت اذا عملت سكندري تريتمنت هيدي المي حقها ملوين هيدي حاجه هيدي بدي اعمل علف كيف بدي اقصيه انا اليوم اذا كل كوميونتي صار عندها الويست تريتمنت تبعها صارت هي منتجه عندها ماي اكسس ووتر تستعملها مرتين وثلاثه شو لكان طيب لا يمل الحديث معك نوعد الناس بحلقه تانية على موضوع الالبان والاجبان وموضوع اللحوم الحمراء نحن عندنا عاده بممكن كل ضيف بيجي لعنا بنهديه a product من the Green Glass Recycling Initiative. Beautiful. هيدي حملة لإعادة تدوير الزجاج لأنه كمان هيدي إحدى الحرف بلبنان يلي عم بتموت وإحدى الصناعات يلي اليوم محروق بينا completely لأنه كمان dependent على الانرجي بقى منحب نهديك البريء أنا كتير بحب البراي اللي هيك مبلطحين بيقولوا بطة بريء البطة بريء البطة سليم ميرسي كتير لا يمل الحديث معك حبيب قلبي thank you.